المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، يقولون هو عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فيقال لهم إن هذا مما يأباه العقل وتأباه الفطرة واللغة فضلا عن الشرع، فإنه لا يمكن أن يقال ولله المثل الأعلى في إنسان بأنه سميع إلا لأنه يسمع، وإلا فهذا قدح في العقل. فكيف يقال لإنسان بأنه عالم وليس بذي علم؟ هل هذا هو العقل؟ ليس هذا هو العقل. لا يمكن أن يسمى الشيء باسم إلا وله صفة. ولذا قلنا لكم إن من طرق إثبات الصفة أن تؤخذ من الاسم. وهؤلاء المعتزلة يختلفون عن غلاتهم، فغلاة المعتزلة ينكرون حتى الأسماء فيكونون كالجهمية،